خلوني انتهز الفرصه دي واروح لاستاذ محمد نوار، الاذاعي الكبير طبعا ورئيس الاذاعه المصريه. اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل اذاعي مصر بخير وصحه وسلامه دايما. عايزه يعني ابدا مع حضرتك بانه ازاي الاذاعه المصريه قدرت انها على مدار 90 سنه تكون الاذاعه الاهم، وتواصل ده وجيل بعد جيل يستكمل هذه المسيره. اهلا بحضرتك واهلا بكل الزملاء، وكل عام وحضرتك بالف خير، وكل الاعلاميين في مصر بالف خير بمناسبه عيد الاذاعه وعيد الاعلاميين. الحقيقه ان انت اتكلمت في يعني في بدايه الحوار عن انه الاذاعه ذكريات. لا، هي الاذاعه مش ذكريات، هي الاذاعه ذكريات وحاضر يعني مشرق ومستقبل اكثر اشراقا. يعني لا تعيش فقط على الذكريات. الاذاعه المصريه لا يوجد لها منافسون، الاذاعه المصريه بعيده تماما عن فكره الصمود، الاذاعه المصريه الحقيقه كل يوم بتتقدم بخطى وفيده الى الامام. الاذاعه المصريه زي ما حضرتك ذكرتي بدات في عام 34 بادوار تنويريه وتوعويه وتثقيفيه وترفيهيه الى ان جاء العام 52 وظهر الدور السياسي بجانب هذه الادوار. وجاء رجال الثورة وهم مدركون تماما لأهمية الإذاعة المصرية وأهمية دورها وأهمية ما تقوم به، فدعموها دعم لا ثنائي، دعم معنوي، دعم مادي، كل أنواع الدعمات قدمت للإذاعة المصرية. استمر دورها رغم ظهور التلفزيون عام 60، استمر هذا الدور، ويعني ظهر جليا في عام 73 عندما تحقق النصر المبين، ظهر جليا التعاون بين الاعلام رجال الاعلام وبين الاذاعه في هذا العام بالتحديد. ويعني الحمد لله الاذاعه بتسير خطى مستقره ثابته الى الامام. الاذاعه لها دوران مهمان، الدور الاول في المرحله الحاليه هو مساعده ومسانده ودعم القائد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعاته في مصر الجديدة. بدأ الرئيس منذ عام 2014 يعني بناء مصر من جديد. بدأ نهضة عمرانية ونهضة صناعية ونهضة زراعية، كل أنواع النهضات بدأها منذ عام 2014، وكان لنا دور مهم جدا في نقل هذه الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة. وأيضا كان لنا دور أهم في أنه نحن نتابع هذه المشروعات، لا نتوقف فقط عند نقل الافتتاحات، ولكن ايضا نتابع استمرار المشروعات والنتائج الايجابيه لهذه المشروعات. ده الدور الاول. الدور الثاني ان تظل الاذاعه محتفظه بادوارها الرياديه في مجالات التثقيف والتوعيه والتنوير والترفيه بالشكل الذي يتوائم ويتلائم مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري العظيم. استاذ محمد، عايزه اعرف رؤيه حضرتك للجيل الجديد من الاذاعيين، ويعني ازاي قدروا انهم يوظفوا الامكانات والتقنيات الحديثه علشان يستمر التطوير في الاذاعات المصريه وتستمر الاهم والاولى في مصر والوطن العربي. نعم، هو الحقيقه انه ليس من الصعب بمكان انه ان احنا تتوافق او تتوائم الاذاعه مع وسائل التواصل وتتوائم مع التكنولوجيات الحديثه. يمكن بسهوله الربط بين الاذاعه، تحويلها الى اذاعه مرئيه من خلال الكاميرات في الاستديوهات، ضمها او ربطها بمواقع التواصل وبالتطبيقات الموجوده على الشبكه العنكبوتيه، وايضا باي وسيله اخرى تظهر حديثا من الممكن ان ترتبط وتربط بها الاذاعه، بل بالعكس يمكن الربط مع المواقع الالكترونيه، الربط مع الصحف نفسها المقروءه. يعني المستقبل واحد للاذاعه، كل ده سهل. الاجيال الجديده طبعا يعني مهمتهم اسهل شويه من مهمتنا، لان هم مهمتهم يعني تم توفير كل وسائل الاتصال الحديثه لهم. تم توفير يعني في ايامنا ما كانش فيه الهواء، في بدايات التسعينيات او في الثمانينيات ما كانش فيه هواتف محموله، وبالتالي كانت المهمه صعبه، النهارده المهمه اسهل. الاجيال الجديده لها دور ولها وظيفه وبتخاطب فئات وشرائح محدده، والاجيال القديمه لها دور انا شايف ان هو الاهم، لان هي اللي بتقوم بصناعه الاستراتيجيات، تقوم بالتخطيط لمستقبل هذا البلد، والشباب يعاونوا في التنفيذ، يعاونوا في نقل يعني خبراتهم لاقرانهم من الشباب
على مستوى الجمهورية. هناك إذاعات تخاطب شرائح محددة على مستوى الجمهورية من القرآن الكريم، أكثر من 50 إلى 60 مليون مستمع، إذاعة شباب الرياضة ملايين، إذاعة الأغاني بالملايين. هناك إذاعات أخرى طورناها، الإذاعات الموجهة أو شبكة الإذاعات الدولية، أيضا بتوجيه من سيد حسين زين ورعايته. تم التواصل مع سفراء الدول الأفريقية، وقمنا بنقل الإذاعة من عبر الأقمار الصناعية اللاين سات إلى محطات أرضية، محطات اس ام موجودة في هذه الدول، وبدأنا بدولة بروندي في عام 2019. والحقيقة نحن مستمرون في هذا النهج اللي بيوفر الكثير على الهيئة، بدلا من استخدام الموجات القصيرة والمتوسطة إلى آخره. عايز أعرف رأي حضرتك كمان بجانب خطط التطوير المستمرة في الإذاعة المصرية، رأيك في البودكاست، ويمكن ده انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة وهو أصلا تطور لفكرة الإذاعة. يعني شوفي، أنا عايز أقول لك رأي شخصي، إنه الوسيلة الوحيدة اللي ممكن أن تبقى أبدا الدهر أو التي ستظل مستمرة هي الإذاعة. صحيح. يمكن التلفزيون يتحول إلى تي في أون ديماند، أو يتحول إلى منصات، ممكن الجرائد تتحول إلى مواقع، ممكن المواقع تتحول إلى صفحات إلكترونية، يعني كل ده ممكن، لكن الإذاعة لا، الإذاعة مستمرة إن شاء الله وموجودة، ليس لكوني رئيسا لها أو أعمل مذيعا بها، لكن لأنه هي تركيبتها وطبيعتها أسهل وأسرع وأرخص وسيلة لنقل الخبر. هو الخبر ده إيه؟ ما هو الإعلام يعلم يخبر، فبالتالي هو الخبر هو نمرة واحد، ده نمرة واحد، بعد كده بتأتي بقى التصفيق والتوعية والتنوير إلى آخره. فأنا شايف إن البودكاست لا طبعا مهم جدا، سينجح في الأزمنة الحالية وفي مراحل كثيرة سينجح، ولكن ستظل الإذاعة ستظل قائمة بدورها اللي احنا اتكلمنا عنه واللي تحدثنا عنه، وستظل تتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة واثقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للإذاعي الكبير أستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي.